غزالة رايقة والناس الحلوة سيئة. زي اتفقنا، اللي بيفوز بياخد الصبارة. وافقة. يلا نلعب حجر رقم خاص. لا لا انت غشاش، خلينا نعيدها. طيب حجر رقم خاص. الغزالة رايقة الغزالة رايقة والناس الحلوة سيئة. تراح أجيب مصاصة وأجي. شو إنك مستفزة يا صبارة؟ شرطة الأطفال إنك خربت لي اللعبة بتاعتي. يلا وين الولد المشاغب؟ ما بعرف وين هرب. تودونيش على السجن. انت لازم تتعاقب. لانا احنا لقينا العقاب المناسب، اخوك براء هيكون صبارة الراقصة بدل اللي خربها. الغزالة رايقة والناس الحلوة سيئة. الغزالة رايقة والناس الحلوة سيئة. لنا أحلى بنت في العالم. لنا أحلى بنت في العالم. وبراء مشاغب. وبراء ولد مشاغب. لأنه خرب الصبارة. بس أنا سمحته. عن جد؟ شكرا يا أختي إنك سمحتيني.